ياه، واحد وحشته قعدة مصر قوي في رمضان. سحور بقى، قعدة صحاب، عربية فول، كان ببساطة كده، ببساطة. عزومات بقى والقرايب، مسلسلات رمضان يا عمي كنا بنشوفها على اليوتيوب بقى ما تزيدش. بس حلوة فكرة ان عربية الفول تطلع على الروف، يعني بصراحة صعب، انا حبيت. فاكر عم ربيع؟ عم ربيع ابو فول ادمان، هو طلب الفول وشوية البيض وقضيت. طب بقول لك ايه بقى، عشان انا ميت من الجوع، هتاكلوا ايه؟ هو عنده ايه؟ هيكون عندهم ايه يعني وانت جاي ماكدونالدز؟ يعني عربية فول. طب بقول لكم ايه؟ ثلاثة فول ها؟ تمام ماشي، ثلاثة فول. طب دلوقتي بقى الفول ده حار ولا حلو؟ عشان اكيد الراجل لما يجي هيسأل. صحيح. انا حار. وانت؟ حلو. حلو انت يا حلو. خلاص ماشي، يبقى كده اتنين حار واحد حلو. طب بطاطس بقى ولا ايه؟ ماشي اضرب في ثلاثة. ممكن بقى كل واحد كده يبقى بص طعمية كده ولا حاجة ولا ثلاثة كده، بحيث ايه بقى شوية فول شوية طعمية، زازت حاجة ساقعة كده. طب احنا في حد بيجي ياخد الاوردر ولا بنقوم ولا ايه؟ اوردر ايه يابا؟ بقول لك عربية فول. بقول لك انت امريكا دي شكلها لعست لك مخك والله. مساء الخير يا فندم. معاك مساعد النهاردة، أي حاجة تحتاجوها أنا تحت أمركم. يا ترى جاهزين ناخد الأوردر؟ آه تمام، عايزين ثلاث طلبات فول. فول إيه يا فندم؟ مش قلت لك هيسأل، عيب عليك يا. عايزين اتنين حار وواحد حلو. بس في كمان فول with sunflower oil، olive oil، Alexandrian فول، وفي فول تهينة. فول تهينة. تمام، عندنا تو سايد ديش، يا ترى تحبوا ايه؟ بس بقول لك ايه بقى، ماش بوتيتو، ويدجز، حاجات كنا بنسمعها بره. يا فندم، هو في فرنش فرايز، ماش بوتيتو، ويدجز، وكروكت. هو فين عم ربيع؟ مستر ربيع موجود بس هو في نيو كايرو برانش. طيب احنا عايزين صوابع. تمام، تحبوا عليها باربيكيو صوص؟ تشيز صوص هالبينو؟ ولا صوص مستر ربيع المميز؟ تشيز صوص، ماشي تشيز صوص. تمام، والسايد ديش تاني؟ عايزين ثلاث طلبات طعمية. فلافل. طعمية؟ فلافل. طب يا ريس مش مشكلة عادي، ممكن ثلاثة فلافل، ويعني ما اظنش فيها حوارات يعني، ناس لا شوية ايه يعني طعمية يعني، لا يعني اللي بقى صن فلاور ولا صن داون ولا صن دي، الحاجات الغريبة اللي هو بيقولها دي. في ساسن فلافل وستافت فلافل. أي حاجة، أي حاجة يا باشا، هات أي حاجة. طب أي حاجة دي يا فندم حضرتك تحبها، لارج ولا وايت؟ لارج أرجوك. تمام، أنا بقترح على حضراتكم تجربوا الموتزاريلا صوص. بقول لك ايه، هات كل الاقتراحات. تمام، عايزين اي اكسترز مع الاوردر؟ انا بقترح تجربوا داديز غنوج ولا الكريم حمص. يا عيني عليه، يا عيني، او يوجرت. طب يا ريس الله يسهل لك، شكرا. الله خلاص كده تمام. بقول لك ايه لو سمحت، انا كنت عايز شاي. انت عايز شاي؟ شاي ايه يا حبيبي، هيمسك فينا تاني يا عم. قشطه، ده شاي، انا عايز واحد شاي. ريفل ولا وان تايم؟ اي حاجه، اي حاجه، كل اللي تحبه. تمام تمام، مفيش مشكله، خمس دقايق والاوردر يكون جاهز. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. الفجر ها؟ وانا سمعت صح؟ طيب. مساء الخير. هو الاوردر خمس دقايق وهيبقى عندكم، بس زي ما انتم شايفين الاذان اذن وانا محتاج اقفل الشيفت بتاعي، فانا بس هستاذنكم اخد الحساب. احنا حسابنا النهارده هيبقى 935 جنيه شامل الضريبه والخدمه. ثانك يو فور تشوزينج فول ربيع. سي يا فندم. فول ربيع. واحد اثنين. بقول يا سعد، بس انت ملامحك مش مصري. ده حقيقي صح؟ ده حقيقي، انا خدت بالي. انا اصلا ما اسميش سعد. انت دارس فين؟ انت سياحه فنادق؟ لا يا فندم، انا خريج كامبريدج. انت اسمك كريج وحضرتك بتتريق عليا يا فندم؟ كده يا فندم، احنا هنا في خدمه حضرتك. انت بتكلمني انا كده؟ نايس صح؟ نايس صح، جوني كريج. انا ابن فرج اوباما. عشت الاسامي يا عم جوني، الله يخليك، شكرا.